السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ اللغة الإنجليزية بزاهية التوفيق. اليوم راح نواصل مع الجزء الثالث تاع الدرس اللي يتعلق كيفاش راح تجيب الفعل والاسم والصفة بطريقة ذكية وسهلة جدا، بحيث أنك تجيب العلامة الكاملة حتى وما عندكش معلومات سابقة كيفاش راح تجيبهم. ركزوا معي مليح، اليوم راح أعطيت لكم مجموعة من الكلمات، وهذه كلمات تطيح بزاف في امتحان البكالوريا. راح نوريكم كيفاش راح تتعاملوا معهم بطريقة صحيحة وسهلة جدا، بحيث أنك تجيب العلامة الكاملة في هذا التمرين إذا طاح لك. اولا نبدا بالمثال الاول، الفعل to describe. راك تلاحظوا بهذا الفعل يخلص بال C-R-I-B-E cribe. اذا لقيت فعل في اللغه الانجليزيه يخلص ب cribe راح تجيب الاسم تاعو بطريقه سهله والصفه تاعو بطريقه سهله ثاني. لاحظوا معي مليح، الفعل to describe هذا معناته يصف، الفعل يصف to describe. كيفاش راح تجيب الاسم تاعو؟ اول الاحتمال الاول سهل بسيط، تكتب الفعل تاعك to describe هكذا، ومن بعد راح تزيد نهاية بسيطة فقط، تزيد الآر فقط، تولي describer. هاي كاين الإي من بكري، راح نزيدو آر فقط. احتمال ثاني، ركزوا معي مليح، شو كيف راح تدير؟ تكتب الفعل تاعك describe كيما راه، ودير تغير طفيف، ذكي نوريهولك كيفاش راح تدير. describe راح تنحل بي اي هذيك وتزيد نهايه بسيطه اللي هي بي تي اي ان او ان description describer description. اشوفوا مليح باللي البي هذيك راح تغيرها بالبي وتزيد شن في الاخير تي اي او ان وتستغنى عن الاو هذيك. بالنسبة للأدجكتيف، ثاني صفة كيف تجيبها بطريقة سهلة جدا، أنا عندك ثلاث احتمالات. احتمال الأول بالطريقة اللي نعرفها، تكتب الفعل describe عادي describe هكذا، راح تنحي النهاية الأخيرة اللي هي E وتزيد A B L E describable. احتمال ثاني تكتب الفعل تاعك describe عادي هكذا، وراح تزيد في النهاية تاعك دي فقط. طيش كاين من بكري الاي هذيك ما كان له، تزيد اي واحدة اخرى، هاي عندك اي تزيد دي برك تولي described. هاك جبت الصفة تاعك بطريقة سهلة. الاحتمال الثالث هاك راح ديما تجيبه من الاسم، راح تجيب من الاسم. شوف فيها الدير، تكتب الاسم تاعك عادي description حصلت عليه قبيل، وراح تنحل او ان هذيك يصبح لديك، وتزيد في اي سوري ديرها بلا مغاير باش تشوفوا عليها، دير في اي في الاخير تولي ديسكريبتيف. هاك جبتها بالاسم ديسكريبشن. هاو عندك ثلاث احتمالات، في ثلاثه راهم صحاح وانما اكتفي بواحد فقط كما قلت لكم. هنا الفعل to describe يصف، describer الوصف الشخص ليوصف، description الوصف، describable قابل للوصف ولا نقدر نوصفه، described موصوف، descriptive معناته وصفي. هذا بالنسبة للفعل الأول. روح نشوف الفعل الثاني، راك تلاحظ بلي هذا الفعل to receive معناته يستقبل، receive يخلص بالسيف C-E-I-V-E. إذا لقيت فعل في اللغة الإنجليزية خلاص بالـ C-E-I-V-E، ثاني الاحتمال تاع الاسم والصفة سهل جدا باه تجيبه. ركزوا معي مليح برك، تكتب الفعل كيما راه receive وكاح تزيد R فقط الاسم تاع الفعل تاعك باه يولي لك اسم، يولي receiver للمستقبل أو الشخص اللي يستقبل. بالنسبة للاحتمال الثاني، ثاني سهل بسيط، راح تدير receive تكتبه كيما راه receive، وهنا راح تدير تغيير طفيف فقط تولي تنحل ايف هذيك اي في اي وتدير في بلاصتها نهايه بسيطه اللي هي بي تي اي او ان، يصبح لديك reception اللي هو الاستقبال، receiver reception كلاهما صحيح وانما اكتفي بواحد فقط باش تجيب العلامه تاعك صحيحه وما يعطيكش مصحح صفر. بالنسبة للصفة راح تجيب ثاني ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول اللي نعرفوه قاعدين، عندك الفعل to receive تنحتو هذيك وتكتبو كيما راه receive
السيف هكذا، راك راح تنحي الاي هذيك في الاخير، نحا غالبا هذيك الاي نحوها كي راح نزيدو زيادات في الاخير، ونزيدو اي بي ال اي ريسيفبل. ريسيفبل معناته نقدر نستقبله او قادر الاستقبال. احتمال الثاني، ركز معايا مليح، تكتب ثاني الفعل تاعك ريسيف كيما راه، تكتب هكذا ريسيف كيما راه، راح تزيد برك دي في الاخير يولي لك ريسيفد. ما حبناش نزيد الاو لاخاطركش الاي هذيك الاخيره، ما حبناش نزيدوها لاخاطركش كاينه من بكري، نزيدو دي فقط. يقول لك احتمال تاع الصفه ريسيفد مستقبل، مستقبل استقبل او مستقبل. الاحتمال الثالث الثاني راح تجيبه من الاسم، غالبا نجيبوه من الاسم اللي هو احتمال تاع الاف في اي. تكتب ريسبشن تاعك، ريسبشن تاعك هذيك ريسب ريسبشن، اسمحوا لي باك نبدلها بمغاير باش تشوف عليها مليح. ريسبشن راح تنحل او ان هذيك، راح تنحها ما تخليهاش، وتزيد النهايه تاعك المعروفه اللي هي في اي، يولي ريسبتيف استقبالي. ريسبتيف استقبالي، هنا تحصلت على الاحتمالات تاع الصفه، احتمال تاع الاسم، احتمال تاع الصفه بطريقه صحيحه وسهله. واذا ما اكتفي باحتمال واحد راك راح تجيب الاجابه الصحيحه ويعطيك العلامه الكامله. هنايا في الكلمات هذو الاخرين ما عطاكش الفعل، عطاك الصفه، وعطاك هنا كما هذه government عطاك الاسم. هنا راح دير الطريقه العكسيه وراح نوري لك كيفاش راح تحايل مع هذا الشكل بالتمارين. هنايا عطاك الفعل الصفه هي readable، readable معناتها قابل للقراءه ولا نقدر نقراوه. راك على بالي بلك تعرفوا هذا الفعل read، الفعل تاعو to read والاسم تاعو reading ولا reader، ما يهمناش. نديروا في بالنا باللي هذا الفعل الجامي شفناه في حياتك، في حياتنا، شغل لك اول مره راح تلقى به في حياتك، فك راح تتعامل معه ويخلص بالاي بي ال اي. ركز معايا مليح كيف راح ندير. راح تكتب الصفه تاعك كيما راها في حاله تاع الاسم، راح تكتب الفعل الصفه هذه كيما راها، اكتب كيما هاك ريد ريدبل، اكتبها عادي ريد بول، وإذا نخلي فراغ هنا برك نقول لك واش راح تزيد تما readable. هنا نخلي هذا الفراغ واكتب LE تاعك. كي تعود راح تغير بها تجيب الاسم، شوف كيفاه دير. هنايا دير I بين ال B وال L، وال E هذيك راح تنحها ودير في بلاصتها ET ITY، يصبح لديك readability. readability هنايا القدرة على القراءة، هنا تحصلت على اسم بدون أن تعرف كيفاش راح تجيبه، طريقة سهلة وبسيطة. وإنما تدير بين البي والال اي أشفى، وفي الأخير نحل الإي هذيك نحها، ضيف بلاصتها اي تي واي، يصبح لديك readability. بالنسبة للفعل سهلة ثاني، دير تو ما تنساهاش هي الأولى باه تبين بلي راه فعل، وراك راح تنح هذه الزائدة قاعدتين الخضراء والزرقاء في زوج، راح تنحهم يصبح لديك الفعل فقط، راح دير تو ريد. من الفعل تو ريد معناته يقرا. هذه الطريقه اذا كيفاش تحايل مع الصفه اللي تخلص بالاي بي ال اي، كيفاش راح تجيب الاسم تاعها، كيفاش راح تجيب الصفه تاعها. نروحوا للصفه اللي بعدها اللي هي افكتيف. افكتيف معناتها فعال. هذه الصفه راك تلاحظوا باللي تخلص بالاي في اي، تخلص بالاي في اي، وما عرفتش كيفاش تجيب الفعل تاعها وما عرفتش كيفاش تجيب الاسم تاعها. ثاني طريقة سهلة وبسيطة، كيفاش راح تدير؟ شوف كيفاش تدير، اكتب الصفة تاعك كيما راها effective effective، تخلص الـ IVE IVE، راح تزيد نهاية بسيطة اللي هي ness، يصبح لديك effectiveness الفعالية. هناك جبت اسم بطريقة سهلة وذكية والعلامة تاعك مضمونة بإذن الله. بالنسبة للفعل راح تنح الـ if هذيك وراح تنح الناس، يبقى لك الفعل، وانما ما تنساش علامه الفعل اللي هي تو. هنا راك راح دير تو افكت، افكت معناته يؤثر او ايه معناته يؤثر. نروحوا للصفه اللي بعدها، هنايا عندك هوبفول وهوبليس، هذو صفتين في زوج يخلصوا فول او ليس. هنايا عنده امل وهنا ما عندوش امل، هوبفول معناتها عنده امل، هوبليس ما عندوش امل. هنايا
على بالي بلي تعرفوا هذا الفعل هوب والاسم تاعو هوب. هنا مثلا نديروا في رواحنا بلي ما نعرفوش هذه الصفه وما نعرفش الاسم تاعها وما نعرفوش الفعل تاعها كيفاش نجيبه. كيفاش راح نتحايلوا معها؟ اذا جاتك صفه على هذا النوع تخلص بالفول اور ليس، هنا شوف راح تجيب الاسم، راح تدير تكتب هوب فول كيما راها كيما عطاها لك هوب فول، وتزيد لها ناس في الاخير تولي هوبفول ناس. او احتمال ثاني تاع هوبليس، كيف راح تكتب هوبليس هوبليس كيما عطاها لك وراح تزيد ناس في الاخير. هنا راك جبت الاسم تاعك بطريقه ذكيه وسهله حتى ما عرفتش كيفاش تجيبه. هوبفول ناس هوبليس ناس. اما بالنسبه للفعل راك راح تنحي النهايه هذه، راح تنح هذه النهايه ما تخليهمش قاعدين، زادوا الزوائد اللي درناهم تنحهم، راح يبقى لك الفعل وان لا تنساش تو بهديرها، يصبح لديك الفعل تو هوب اللي هو يامل، فعل يامل. هنا يعطيك احتمال الاخير هذا، يعطيك الاسم ما عطاكش الصفه وما عطاكش الفعل، قال لك تجيبهم لي. راك تلاحظ باللي هذه الاسم government يخلص بالمنت، منت اللي هي الحكومه government، هنا يخلص بالمنت. كيفاش راح تجيب الصفة؟ كيفاش راح تجيب الاسم؟ روحوا للصفة وبعد نجيبوا الفعل تاعها. تكتب government عادي، الاحتمال الأول تكتب government كيما عطاها لك government، وراح تزيد لها نهاية بسيطة اللي هي AL تولي governmental، governmental معناتها حكومي. أو الاحتمال البسيط اللي نعرفه كاع تاع الإيدي، راح تزيد إيدي في الأخير. هنا بالنسبة هذا هو الاحتمال الأول. راحوا نجيبوا قبل الفعل وبعد نروحوا الاحتمال تاع الصفة الآخر. هنا راك راح تنح هذيك منت ويبقى لك الفعل to govern. to govern معناته يحكم، to govern معناته يحكم. كذا راح تجيب الصفة، ها عطاك الفعل، للفعل راك راح تزيد الإيدي، ما تقدرش تزيد الإيدي للإسم، لازم تزيدها للفعل. جامي نزيدوا إيدي للإسم، لازم نرجع الاسم الى فعل ومن الفعل راح نزيد له الايدي باه يعطينا الاحتمال تاع الصفه. كما راك تلاحظوا تولي govern govern وتزيد له ايدي في الاخير. هناك تحصلت على احتمالين تاع الصفه، وانما الاحتمال هذا تاع الاي ال تزيد له الاسم يخلص بالمنت، الاحتمال تاع الايدي ترجع الاسم الى فعل وبعد من الفعل راح تجيب الصفه تاع الايدي. وهنا راك جبت الإجابة تاعك بالعلامة الكاملة. نظن أنكم فهمتوا كيفاش تتعاملوا مع هذه المجموعة إذا جاتكم في الامتحان تاع البكالوريا. دوك نعطيكم أمثلة، حلوهم وبعثوا الإجابة تاعكم في الكومنتير شوفوا كيفاش حليتوا. أول فعل اللي يشبه الفعل to describe هو الفعل to prescribe. to prescribe to prescribe هاك تشوفوا باللي خلاص بالcribe، حاولوا كيفاش تجيبوا الاسم والصفة تاعو كيما وريتكم. الفعل الثاني اللي يشبه to receive عندنا الفعل to deceive. to deceive هذا المعنى تاع الفعل هذا يخدع، هاو تشوفوا باللي خلاص بالسيف، حاولوا كيفاش تحلوه كيما وريت لكم. نعطيكم adjective تشبه لهذه هو adjective teachable. teachable معناته نقدروا ندرسوه او نقدروا نقروه. teachable حاولوا كيفاش تجيبوا الاسم والفعل. الصفه اللي تشبه الافكتيف عندنا active. اكتيف معناتها نشيط، هاك تشوف بلي خلاص بالاف، هاك تجيب الاسم والفعل تاعو. بالنسبه للصفه اللي تشبه هوبفول هوبليس النهايه تاعها بفول وليس، عندنا forgetful forgetful خلاص بالفول معناته نساي، نوصفوا واحد نقول له بلي راك نساي نقول له forgetful، او ما ينساش نقول له forgetless، هذا الشخص ما ينساش forgetless forgetless هاي تخلص بالليس. حاولوا كيفاش تجيبوا الفعل والاسم تاعها كيما وريت لكم. نعطيكم اسم يخلص بالمنت كيما government هو development 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 هاي يخلص بالمنت، حاولوا كيفاش تجيبوا الفعل تاعو والصفة تاعو كيما وريت لكم. هذا بالنسبة للجزء الثالث تاعنا تاع اليوم، تابعونا في الفيديوهات الجاية راح نشوفوا الجزء الرابع اللي يتعلق بالكلمات اللي ما تتغيرش تبقى ثابتة، الاسم والفعل تاعها يبقى ثابت ما يتغيرش. وبعد الجزء الخامس راح نشوفوا الكلمات اللي دائما تتعاود في امتحان البكالوريا اللي تخص الوحدة تاعكم تاع البرنامج تاع البكالوريا. وفي الجزء السادس ان شاء الله راح نحلوا التمارين تاع
الفعل والاسم والصفة تاع البكالوريا من 2008 إلى 2010. راح نشوفوا جميع البكالوريات اللي تخص العلميين والأدبيين واللغات كل على حدة، ونوريكم كيفاش راح نتذكروا مع هذا التمرين. واستنوا الفيديوهات الجايين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.